الخبر الاول اللي عدى، ما ادري شنو قصه اليوتيوبر بس قررت اني اعتزل اليوتيوب، وبيوم 8/11 راح انزل اخر مقطع على قناتي باليوتيوب. فيرا مرهم قررت انه تعتزل السوشيال ميديا، فنزلت هذا الستوري كاتبه قررت اعتزل السوشيال ميديا سلام، لكن يا حبايبي تقريبا بعد بساعه نزلت ستوري وهذا الستوري كانت كاتبه بي الله قديش في عالم تستنى هاي اللحظه، هاي انا رجعت، يعني اكيد ما راح اترككم بعد كل النجاح اللي عملناه سوا. الغرب صارت وقالوا انه هي قاعده تهجم على متابعين قمر مار ونور مار انهم يريدوها تعتزل، فما ادري صراحه من احباب بالكومنتات شركم حركه يا رمار. انتقل حاليا انس واصاله وردهم على موضوع شهدوا سمدوا تقليدهم لهم لما سووا حفله الجني على رمات اليوم هم سووا على برج خليفة. بعد تهجم اللي تعرضوا له شهدوا سمد من متابعين أنس وأصالة إنهم قاعدين يقلدون أنس وأصالة. أصلا نزلت هذا الستوري، وبهذا الستوري كان بهذا الفيديو، وبهذا الفيديو كان بلقطات شوية من الحفلة اللي سووها حفلة الجنين، وإن شلون العالم كله صارت تحكي بيها ونقام الناس يقلدوهم وشلون كاتبين عليها. هذا هو السبب أن صالة في نجاحهم وتطورهم ما شاء الله، ولو ما نجحوا في توصيل أفكارهم ما قلدوهم الناس، والتقليد شيء طبيعي بعالم اليوتيوب. يعني العائلة الثانية اللي هم شهدوا سمد حبت الفكرة فاختاروا كمان يسوون نفس الطريقة. نوعا ما هذه رسالة من أنس وأصالة إنه شهدوا هم فعليا قلدوهم، ولكن العادي هذا الشيء يصير باليوتيوب. فما ادري اكتبوا احبابي بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. وننتقل حاليا لتهجم متابعين قمر مار على ياسو. ما اعرف شنو صاير يا حبايب، قمر مار بالسابق نزلت هذا الفيديو، راح احط لكم شيء من عنده شوفوه. وتقريبا ياسو يا حبايب امبارح نزلت نفس فكره الفيديو بالضبط ونفس الحركات. فهم متابعين قمر صار يتجمعوا عليها ويكتبوا لها انك قاعدة تقلدين قمر، لدرجة انه ياسو وقفت التعليق على هذا المقطع بالتيك توك. فاكتبوا احباب بالكومنتات هل تستحق ياسو هذا التهجم اللي تعرضت له او لا. طبعا على سيرة قمر يا حبايب، فنزلت هذا الستوري كان حاطه به صورة محمد وتنشر اللي هي وكاتبه بها اللي فوق، او حاطه هذول الايموجين اللي هي ترمز نوعا ما قاعده تضحك انه على اساس هي مهدده انه اضطرت تنشر هذا البوست لمحمد. بنفس الوقت يا حبايب نزلت هذا الستوري كان كاتبه انه كلش تعبانه وحاطه قلب مكسور، وختمت اخر شيء بشويه ستوريات بالبدايه تعلم من خلالها انه هي راح تنزل مقطع يوم الاربعاء. وبنفس الوقت يا حبايب صارت ترد على متابعين يا رمار اللي قاعدين يسهزون بها انه باخر فيديو نزلت على قناتها مجاب هواي تفاعل، فصار يقول انه الفيديو تعرض لهواي من الابلاغات، ولكن ان شاء الله الفيديو يوم الاربعاء راح يجيب ترند. حبيت اقول لكم ان يوم الاربعاء اكو فيديو جديد على قناة اليوتيوب، الفيديو كلش حلو لهذا حمسكم عليه من هسه، فخليكم جاهزين يوم الاربعاء الساعة 5. هو مقلب وهيجي في شغلات حلوة، فهسه انا ادور حم انتشفكم الفيديو لهذا حمسكم عليه، فمن ما مشترك بقناتي من فعل زر الجرس ارفع الشاشة واشترك وفعل زر الجرس حتى اول ما ينزل يشوفه. وبس احدكم اللي قالوا لي لو ما شال الفلتر احسن، اصلا انا احلى منكم. المهم بدي اقول شغله، انه اكو عالم يشمتون انه اخر فيديو عندي احد شيء تشارك، انه اخر فيديو عندي ما جاب تفاعل، ما ادري شنو يا جماعه الكل يدي انه اخر فيديو عندي هواي جت عليه ابلاغات بشكل مو طبيعي، فما طلع ترند ومشاهداته يعني هي زينه مليون شويه بس مو مثل باقي الفيديوهات. فان شاء الله الفيديو هذا اذا ما اجى عليه هواي ابلاغات راح يطلع ترند ويجيب مشاهدات قبل عيناتكم. فيا جماعه عيد همتكم وخليكم جاهزين كلكم للفيديو والفيديوهات، مو بس الفيديو الجاي اللي حتكون تجنن. نختم اخر شيء بكاء اليوتيوبر يا حبايب. فمريم بالبدايه نزلت هذا الستوري وجات حط هذه الصوره نوعا ما قاعده تدمع، كتبت عليها ام فاين يعني انا بخير. وبنفس الوقت يا حبايب بنين نزلت هذا الستوري، واحد يسالها ليش هي مختفيه عن السوشيال ميديا، فهي ترد عليهم انه هذه الفتره هي تعبانه لكن ان شاء الله بالفتره الجايه راح ترجع. فالسؤال يطرح نفسه ايش بيهم اليوتيوبر كلهم، يا اما واحد ينفصل عن الثاني يا اما مكتئبين، ما ادري اكتبوا لنا بالكومنتات شنو اللي قاعد يصير. بس والله حبايبنا وصلت المقطع، يمكن باشر ما ينزل لكم فيديو بس عقبه راح ينزل لكم فيديو اللي هو باليوم الاعتزال راح ينزل لكم مقطع الصبح وبالليل هو مقطع الاعتزال، فيمكن باشر ما ينزل فيديو. فاتمنى من عندكم يا حبايب ان تفجرون هذا المقطع باللايكات، وكل اسئلتكم تسالونيها بالكومنتات، وادري ذات كل كلامكم ذا اقراه، وشكرا لكم كلكم على كل كلام تقولوه، كل شيء راح تفتهموه بعدين يا حبايب، شكرا لكم، فجروا المقولات وبس، مع السلامه.